الاستطلاعية للنائب الأول لعمدة بلدية أنجمينا فاطمة زهراء المولودة بارتشيري بدأت بالساحة الواقعة بهي أردب جمال بالدائرة الثالثة بين المعهد العالي لعداد المعلمين وساحة سباق الخيل التي نظفتها البلدية مؤخرا ومنعت تجميع الأوساخ فيها، ومنها إلى حي باري كونغو بالدائرة السادسة بالقرب من مجرى الجناين، وحي سانفيل بالدائرة الخامسة حتى المحطة الأخيرة بحي جوجي بالدائرة الثانية خلف ثانوية الكويتية. وفي كل هذه الزيارات الاستطلاعية يلاحظ أن المواطنين غير ملتزمين بقرار البلدية الذي ينص على منع التجمع أو رمي الأوساخ في تلك الأماكن المذكورة. هدفنا ده يعني نمشي نسيب له أي ما بكان الفوق وساخ ده نشوفه، وعنينا نقول نورغانيزي نفسنا عشان الوساخ ده بأي طريق نقومه. باك الأردور ده جابوا لنا كتير بركة هان البريزانت هان الفونداشن قران كير ده لقينا الباك الأردور في أي أرند سبا وشيف الشغل واي في ده الناس الباك الأردور ده حس مش نتكلم ده بجي دفوقيني الباك الأردور ده الوساخة ما يصبوا في لبا داخل يصبوا جنبها الباك الأردور قايده حس ده إسك ده أديل الباك الأردور بتشوه بنار. ولصحة الجميع نأمل من المواطنين مساعدة البلدية بوضع النفايات في أماكنها المخصصة لتكون عاصمتنا نظيفة وخالية من الأمراض التي تسببها الأوساخ، كما نأمل أن يتمتع المواطنون بالمواطنة الحقة في تنظيم المدينة.